على بالي بلي لا بليبار تاعكم عندهم الدسة تاع بعد الولادة، وكاين تاني اللي عندهم علامات التمدد ولا اللي فيرجيتور ولا كيما نقولوا لهم لي سيلوليت. جبت لكم زوج منتجات، هادو هما اللي راح يريقلوا لكم هاد لي بروبليم. بالنسبه للودعة، طريقه الاستخدام باش تقضي لكم على كامل الكلف والنمش اللي في وجهكم ولا التصبغات ولا هذيك الدسه اللي ما بعد الولاده، انكم ديروها مع شويه ما ورد ولا ايوغت ناتور وتابليكيوها في وجهكم، خلاها جوست 10 دقائق ومن بعد تغسلي وجهك بشكل عادي وبصحتك الصفا في وقت قصير. كاين بنات عندهم بروبليم في لي زورمون تاعهم، ساعه يسمنوا وساعه يضعفوا، وهذا الشيء هو اللي دار لهم لي فيرجيتور في لو كور تاعهم. زبده الشيا هي الحل الوحيد اللي تقضي لكم على هذا لو بروبليم. كانوا علامات التمدد تاعك حموره ولا بيوضه، النتيجه ما تلقاوهاش بين ليله ونهار، لازم عليكم المداومه باش تلقاو لو بون ريزولتا. هاد المنتجات من عند ماركه جزائريه بمعايير عالميه، ومادامهم دايرين لا بروموسيون مادا بيكم تستغلوا الفرصه في اقرب وقت. باش تباسيو لا كوموند تقدروا ترسلوا الصفحه هذه في الخاص ولا تروحوا للبيوت تلقاو لو سيت كوموند يومين.